صباح الخير دكتور رائد. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. اهلا وسهلا. يعني انت جيت على بيت القصيد. بيت القصيد ايه يعني بلكي المرأة اللبنانية هي من اقوى النساء، ولكن حقوق مدنية وقانونية وكل هالتفاصيل مش وصلت لها. يعني القانون ظلمنا بكتير كتير محلات. ايه هن النساء قويات ومنهم ضعيفات، مثل ما الرجال اقوياء ومنهم ضعفاء. فالانسان انسان بالنتيجه. نعم. هو لما نحكي عن كوتا نسائيه يعني بنكون خلينا نحكي كوتا نسائيه مجلس نيابي او مجلس وزراء، معناتها المطالبه بحد ادنى من عدد النساء في هاتين المؤسستين. هلا من حيث المبدا بنقول عندما يسود بالمجتمع عداله اجتماعيه، عندما تسود العداله الاجتماعيه بالمجتمع معناتها او بالدوله، معناها ما في ضرورة لكوتا، ما في ضرورة الواحد يشرع ويحط قانون انه يجب ان يكون عدد النساء كذا. نعم. لكن لما يكون في عدالة اجتماعية، ما يكون في مساواة وفي فئة تظلم فئة، ساعتها الواحد بيضطر انه يطالب بكوتا. فهلا اللي صار الاسبوع الماضي بمجلس النيابي مع النائب الدكتور عناية عز الدين تقول، وهذه موجودة فايرل يعني راحت وسائل التواصل الالكتروني، نعم، انه لم تناقش الفكره، فكره الكوتا النسائيه بمجلس النيابي لبضع دقائق، لا بل دقيقه واحده. يعني حتى رفضوا يناقشوها. مش انه خلينا نحطها مثل ما بقول ايتم على الاجنده، بند على الاجتماع القادم لانه ما عندنا وقت، لا، مثل انه اوكي نيكست، غير شو في عندنا تنحكي فيه. يعني انت حتى رفضوا انه يناقشوها. لما يكون هالعقلية هيدي موجودة، ليه برأيك دكتور رفضوا يناقشوها؟ لا انه بعد عنا هالعقلية، ما بشك يعني، ما بعرف. لا ما ضروري، لا ما بشك ابدا، بالعكس عقلية واضح. يعني هيدا مثل حي على انه الشباب الرجال قيمين على اللجان مجلس النواب، معناتها بيعرفوا انه بتصير في كوتا، معناتها انه في عدد معين، يعني في 30 امرأة مجبورين بالقانون يصيروا بالمجلس النيابي. معناتها كل واحد بصير من الشباب اللي موعودين انه رح تكون بكتلتي على اللائحه على القائمه، بتصير اللوائح القوائم الانتخابيه مجبوره تحط نساء عليها كي يربحنا. نعم. لانه المفروض يكون عدد الوافي اللي كنا عم نحكي عنه. فهون بيجي وهيدي بحال كل فئات المجتمع، يعني لما اقول نقابات، لا في نقابات لانه أصحاب المهنة الفلانية بيعتبروا حقوقهم مظلومين، والحكومة والدولة لا تؤمن حقوقي، فعلي أن أؤسس نقابة لحفظ شو ما كان المهني وشو ما كان محامين أو أطباء أو عمال مصانع أو مزارعين أو إلى آخره. بمجتمع تسود المساواة ما في داعي للنقابات، لأنه الكل عم ينال حقوقه، ما في حدا عم يظلم حدا. فإذا مثل ما في الرأسمال متحكم بالاقتصاد، صار في اضطرار للنقابات، في عقلية ذكورية تتحكم بالقرار السياسي، صار في ضرورة للكوتا. هلا طبعا بنقول نحن انه ما في ضرورة للكوتا اذا في وعي عند الشعب. نفس الوقت اذا المرأة تتقدم لتترشح، اذا تقدمت لتترشح مين بده يخبر على اللوائح؟ وطبعا نحن بلبنان العالم العربي عم يشاهدونا، يمكن ما بعرف اذا كثير بيعرفوا بالنظام اللبناني، انه اللوائح والقوائم في عندك، يعني في حدا بيقولوا عفوا على التعبير، انه رئيس الكتله الفلانيه او المرجع السياسي الفلاني اذا نزل خشبه معه بالليحه بترمح. يعني انه هالقد المحضره ماشي بقوه، بشكل انه مين ما كان على هذه القائمه سيربح عضويه مجلس النيابي. علما انه الرجال مش بالانتخابات، يعني اثبت على مدار هالسنين فشلهم الزريع. وانا عندي ايمان انه وجود المراه بالبرلمان وبعدد معين، انا اكيد ممكن يعمل فرق، لانه المراه اول شيء رح يكون عندها ضمير اكثر، رح يكون عندها اخلاق بالتعاطي اكثر، رح تسرق اقل، رح تكون فاسده اقل، بتخيل يعني. تكفي بس فكرتي عن خشبي، لان هون نعم. قد انا اسيء، حدا فهمك غلط تفسير او حدا نساء ما لحقوا. لا عم بقول انا انه معناتها هالقد مضمون اللي بكون معك بالليحه. فاذا انت كنت عن جد لست ذكوريا يا على راس القائمه هذه اللائحه هذه، خلينا نشوف كم عدد النساء اللواتي يعني انت تسمح لهن ان يكونوا باللائحه. نعم. فهون هلا نحن جايين عليها الانتخابات النيابيه، بس ما صوريا
لانه هلا حدا بيقول ايه في التكتل الفلاني، التحالف الفلاني، الحزب الفلاني نزل رشح كذا امراه عدد لا باس به من النساء على القوائم الانتخابيه، بس كانت واضح صوريه لانه وين مرتبتهم باي مناطق وقد ايه قوه الحزب بالمكان الفلاني. لا نحن عم نقول انه حيث قوه حزبك شو مكان حزبك، قوه حزبك منطقه فنيه تقريبا انت ضامن، وفي كل واحد عنده بنين منطقه بيضمنها تقريبا عدد حد ادنى من النواب. هل سترشح امراه في هذا المكان ام ستبقى المراه مجلس النيابي هي ارمله سياسي سابق او زوجه سياسي حالي او ابنه سياسي سابق او حالي؟ نعم. فهيدي بالنسبه هلا بالنسبه لحضرتك قلتي لا، في رجال ناجحين وفي رجال ليسوا بناجحين، وفي نساء ناجحات وفي نساء ليست ناجحات. ما معناتها اذا صار في عندنا 30 امراه مجلس النيابي معناتها كلهم رح يكونوا ناجحات، لا هذا مش صحيح، مثل ما في رجال كمان منهم هيك ومن هيك، لكن بس اكيد بيعملوا فرق، اكيد بيعملوا فرق. المرأة عبر التاريخ مثلا لا بيعملوا فرق، اكيد بيعملوا فرق، أكيد. لانه دماغ المرأة مركب غير دماغ الرجل. اكزاكتلي يعني ايه هي بتركيبتها ايه صح. اذا عم نحكي من ناحية جندرية كمان هذا شيء بفيد، لكن نفس الوقت اذا نحن بنسلم اولادنا معظم ابنائنا وبناتنا بفترة الحضانة والمرحلة الابتدائية عم بيوجههم للحياة معلمات. نعم. وهيدا الدومين، هيدا مجال مفروض بفوت عليه كمان الرجال المرحلة الابتدائية والدروس. فإذا منسلمه نحن أولادنا وبنائنا بهالمرحلة هيدي، معناتها أنه ما منسلم المرأة اللي هي نجحت بالطب كجراحة أصلاً. روزالين فرانكلين بالكيميائية بالمطلع بال 1920 تقريبا مولوده، هي اللي حطت اسس الدي ان اي اللي هلا طبيبات واطباء عم يشتغلوا عليه. طيب هيدي من ناحيه طبيه، من ناحيه القوه بنحكي لانه هلا الرجال بصيروا يفتكروا حالهم احنا قويه، ايه مضبوط قويه رجال بالجسد بس ايه طبعا ايه. طيب مثلا ايه صحيح لا بالعقل والجسد يعني الكل، مثلا حتى القرن الخامس عشر جان دارك لما اقنعت الملك الفرنسي لحتى تحرر اورليون من الانجليز كان عمره 16 سنه برهنته بالتكتيك كيف فيها تحرر. استشهادياتنا بالعالم العربي طبعا وفلسطين ولبنان من سلام حيد لابتسام حرب لمريم خادم للولا عبود للشهيد الحي سهى بشاره. فاذا مقاومه الروح البطولية القيمة البطولة هي قيمة ليست قيمة ذكورية، البطولة هي قيمة إنسانية. فإذا أخذنا من ناحية الطب من ناحية إدارة المدارس والمعاهد وترقص الجامعات، إذا بتستطيع المرأة أن تكون كذلك وهي موجودة بالحق القانوني. نعم. فإذا في محاميات وقانونيات معناتها يستطعنا ان يشرعنا بالمجلس النيابي، هذا المجلس التشريعي، معناتها وكاننا نقول انه في لبنان في الجمهوريه اللبنانيه نفتقد للنساء الحقوقيات، ما بيفهموا بالقانون، لذلك ما بدنا اياهم مجلس النواب، علما انه في كتار كثير مش شوي مجلس النواب من الرجال ما بيعرفوا شيء بالقانون وهن مجلس النيابي. فاذا هيدي هالعقليه الذكوريه التي هيدي نظره دونيه للمراه. نعم. وكل واحد من الشباب من النواب اللي جرب انه بقولوا ما يناقش هذا الموضوع او حتى بكره مجلس النيابه ما بعرف موقفه شو بيكون، معناتها بدها تعرف بنته وزوجته بالبيت انه ينظر لها نظره دونيه وهي لا يحق لها بان تكون متساويه للانسان مش للرجل، الانسان يعني عم يفقدها بعض القيم الإنسانية وحقوق الإنسانية أن تكون مشرعة، فتكون نظرته لها نظرة مادية فقط لا بل نظرة جنسية. فيمكن تكون هي مرتاحة زوجته للنهاية بتكون مرتاحة وضع إنه أنا إيه بدي يكون بس بالفراش زوجته وهذا أقصى طموحي أنا أكون زوجة نائب. نفس الشيء نرجع مجلس الوزراء، أليس من العار الآن أن هناك حكومة في لبنان جديدة وهيدي ما بدها لا انتخابات ولا تصويت ولا شيء، في امراه واحده فقط؟ كيف يعني ما معقول انه في شيء مش راكب، انه معقوله من اصل
كذا عدد من الوزراء هلا ما بعرف 22 24 دكتور غير بس امراه واحده شي كواليفايز بس هي المؤهله انها تكون. طب في استسلام دكتور من قبل المراه اللبنانيه انه تتقدم على البرلمان او على الميدان السياسي اذا فينا نقول؟ هي مفروض يعني صار في بالدوره السابقه وسيكون بالدوره اللاحقه المقبله عدد من النساء مفروض انه يتقدموا كثير للترشح حتى لو ما خسروا نعم. حتى لو ما ربحوا لحتى الناس تتعود على الشيء هذا يعني تتعود تصير تتأقلم على فكرة إنه امرأة يعني لما الطيارة من الإيس تنزل مطار بيروت ويطلع إنه الكابتن الطيارة ومساعدة الطيارة هي امرأة تنيتهم في ميزة نساء وفريق العمل كله على الطيارة كان نساء بقى الطيارة كانت من حيث انطلقت إلى لبنان كلها تيم كان فريق إناث نعم طيب فاذا ومزيد ما بدنا يعني نرجع نقول انه عن امكانيات المراه البطوليه يعني جولييت المير سعاده زوجته لانطون سعاده امضت ظلما في السجون بالشام من ال 55 ل 64 تسع سنوات وهي تتحمل القمع اللي عاده بنسويه بالسجون فاذا من ناحيه تحمل القمع من ناحيه الروح الاستشهاديه البطوليه من ناحيه طبيه واكتشاف مثل مدام كوري ماري كوري كمان الكيميائيه اللي اخذت النوبل فاذا من النواحي العلميه والطبيه للنواحي العسكريه حيث هناك روح للامومه تكون اما كما هناك روح للابوه تكون ابا وانت في مجالك ناجح نعم. كمان عم نقول انه المراه استطاعت ان تحمل السجون والمصاعب وان تناضل وان تستشهد وأن تكون كمان ريادية بالتغيير من ناحية تشريعية مجلس النيابي أكيد إذا بدنا نقول لكل هالمثقفين نعم. مجلس النيابي المثقفين وحملة الشهادات مجلس النيابي شو كان دورك أو شو ردت فعلك على اللي قلته دكتور عز الدين من يومين بالتصاريح المقابلات التلفزيونية أليست إهانة للجان وأنا كثير مرتاح لشغلة صغيرة إنه هي لم تسمي من قال انه يلا نيكست خلينا نشوف ما مشيش في عمل مع انه كنت بتوقع انها تسمي حتى لا هلا هي رح تسمي بعدين بس بقول انه هيك ما عم تهجم على شخص نعم. عم تهجم على العقليه الرجعيه لانه مثل ما الطائفيه عم بتفتفت المجتمع وعم تحرم ناس من امكانياتهم لانهم لا ينتمون الى الطائفه الفلانية حيث يجب أن يكون هلأ عندنا موظف من الطائفة أو فئة أولى أو إلى آخره من الأشياء اللي بيمشي فيها النظام اللبناني الطائفي كمان مثل ما عم تحرم هالإمكانيات عم تحرم الوطن من إمكانيات المرأة اللي ممكن تكون بمكان كثير أفضل من أن يكون هناك رجل مش معناتها أنه إذا إيش مرأة ما رح تخطئ بس عم نحكي أنه ما دخل في إنسان في قيم إنسانية في عقل إنساني قد يكون تابع لذكر قد يكون تابع لأنثى على أمل أنه ما يعود حدا طالب بكوتا لحدا ليه؟ لأنه مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية والمساواة نعم دكتور رائد ما بعرف إذا بعد معي يعني ثلاث ثواني بس لازم نختم فكرتنا خلصوا شكرا لا ثلاث ثواني نرجع نعيد منه كان نقول أنه أي مجتمع إذا هلا أنا ما حكيت بعد عن مواثيق الأمم المتحدة اللي لبنان موقع عليها حيث يكون هناك حصة للمرأة ما نحكي بحصة عادة ما نحن من إمتى منطبق القانون يعني أصلا نقول قدي مهين أنه الواحد مش ودنا بغير الدول أن تنظر لنا أن ننظر لأنفسنا وليه أنه عدد النساء مجلس النيابي 4 أو 5 نعم. مجلس الوزراء فقط بالوقت ذاته كل اتكالنا على المرأة ببناء العائلة ونلومها إذا أخطأت إذا حدا من ولادها أخطأ بقول ما عرفتي ربيتي فعلتها هل أدعى كهلا هي مسؤولية البيت كبيرة وأن تدخل الآن في إنكم كمان بالشغل ونقول بس ما فيك تكوني مشرعة بمسائل مصيرية بخصوص الجمهورية اللبنانية مضحك جدا الوضع طبعا يعني وانا برجع باكد دكتور رائد انه انا اؤمن انه التغيير بلبنان الحقيقي والازدهار الحقيقي للبنان ما راح يكون غير على يد امراه هيك جربناهم كل هالعمر ما شفنا شيء شكرا لك دكتور رائد